خمس قصص تظهر أن العالم بخير. عاصفة. كنت في العمل عندما بدأت عاصفة عنيفة، كانت مجرد مطر في البداية. بعد فترة وجيزة تحولت لريح قوية، لم نمر بعواصف مثل هذه لسنوات. فجأة أخبرني زميلي أن أحدهم كان يتسكع بالقرب من سيارتي. في ذلك اليوم ركنتها في الشارع على الجانب المقابل لمكتبي من الطريق. هرعت للخارج غاضبا وقلقا، لم يكن هناك أحد بالقرب من سيارتي، لكن عندما اقتربت منها لاحظت أن شيئا قد تغير. أغلق شخص ما فتحة سقف سيارتي التي تركتها مفتوحة في الصباح حتى لا يدخل المطر إلى الداخل. بعد كاترين. دمر إعصار كاترين منزل جوانا، لكن لم يكن هذا الأسوأ. كان على الشابة أن تنتقل للعيش مع والديها. كانت في حالة يأس، لكن السبب لم يكن ممتلكاتها المفقودة. اختفت قطتها المحبوبة سايمون خلال الإعصار. لم تكن جوانا تعرف أي شيء عن مصيرها. مرت 6 سنوات لكنها لم تفكر في تبني حيوان أليف آخر. ذات يوم تلقت جوانا مكالمة هاتفية. عرف الرجل عن نفسه. كان من جمعية الإنسان في الولايات المتحدة، وهي منظمة حماية الحيوانات الأكثر شهرة. أخبر جوانا أنه تم العثور على قطتها. عندما ذهبت وهي مصدومة لاستلام سايمون، تعرفت عليها القطة من النظرة الأولى وهرعت نحوها. في الوقت الحاضر جوانا وسايمون لا ينفصلان. قصة مساعدة مبيعات. أعمل في متجر لبيع الملابس في بوسطن، ولم يحدث لي أي شيء خاص من قبل. ثم في أحد الأيام كان لدي زبونا. كان زوجين جميلين من رجل طويل القامة وامرأة لطيفة. كان الرجل يمسك يد المرأة التي بدت خجولة جدا. كانت قريبة منه طوال الوقت. بدأ الرجل يشرح لي ما يريدان. أراد بعض الملابس للمرأة. وجدت الوضع كله غريبا جدا، لأن الرجل كان يصف لون الملابس الضرورية وموديلها، وذكر المقاس الذي احتاجانه، وحدد أن يكون القماش ناعما جدا. في نفس الوقت ظلت المرأة في صمت. ذهبت بحثا عن الملابس. طوال الوقت الذي أمضيته في اختيار التنانير والفساتين والسراويل، كنت أفكر في مدى رعايته لها. بعد كل شيء لم يدع شركته تنطق بكلمة واحدة. عندما عدت أخذ الرجل الثياب وشكرني. بعد ذلك أخذ بيد المرأة وقادها بعناية نحو غرف القياس. وفي تلك اللحظة فهمت الأمر. كانت المرأة عمياء، وفعل الرجل كل ما في وسعه ليهتم بها. رجل فقير. كنا نسافر عبر أفريقيا مع صديقي عندما حصل التالي. ذات يوم قابلنا رجلا فقيرا، كان هزيلا ومرهقا. سألناه كيف نصل إلى مكتب البريد وأطلعنا على الطريق. بعد ذلك أجرى صديقي حديثا مع الرجل. عرفنا أنه لم يأكل لمدة 2 يوم. عرض صديقي شطيرته على الرجل الجائع، وأول ما قاله الفقير: يمكنني تقسيمه على 3. لطفك يؤتي ثماره. حدث هذا في اليوم الذي كنت أقود فيه ذاهبا لمقابلة عمل. لقد كانت المرحلة الأخيرة من عملية التوظيف، وكان علي أن أقابل رئيسا كبيرا في ذلك اليوم. كنت متحمسا بشكل لا يصدق، حيث كانت وظيفة أحلامي في شركة كبيرة. في طريقي إلى هناك رأيت امرأة كانت تقف على جانب الطريق بالقرب من سيارتها. بدت مرتبكة. كان أحد إطارات سيارتها مسطحا. كنت أعرف أنني قد أتأخر عن المقابلة، ومع ذلك توقفت لمساعدتها على تغيير الإطار. شكرتني وسارعت إلى المقابلة. تخيل دهشتي عندما اكتشفت أنها كانت تجري المقابلة. لقد كانت الرئيسة التنفيذية للشركة. ربما لن يفاجئك أني حصلت على الوظيفة. إذا كانت لديك أي قصص مؤثرة خاصة بك فأخبرنا عنها في التعليقات أدناه. تذكر أن تضغط على زر الإعجاب وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك.
وانضم إلينا على الجانب المشرق من الحياة بالاشتراك في القناة.